مساء الخير، تحياتي ليك زميلي احمد طبعا والناقد الرياضي الكبير الاستاذ محمود صبري ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل يمكن انتهى تمرين النادي الاهلي منذ قليل، واعلن مستر موسيماني المدير الفني الجديد الى النادي الاهلي 21 لاعب، استبعد 4 لعيبه للاصابه، اجايي، محمود وحيد، الشيخ حمزه علاء، الاربعه دول هيبقوا بره قائمه المباراه. قائمه المباراه بتشهد ممكن معلش تقول المستبعدين تاني مشوق جماهير النادي الاهلي، ممكن تقول المستبعدين تاني؟ اجايي، محمود وحيد، احمد الشيخ، حمزه علاء الحارس، الناشئ، 4 مستبعدين من قائمه مباراه الغد. قائمه المباراه 21 لاعب على راسهم العائد بعد فتره صالح جمعه، طبعا معشوق كل جماهير النادي الاهلي، نتمنى له باذن الله التوفيق بكره لو ليه تواجد في المباراه. 21 لاعب على راسهم زي ما قلت لك صالح جمعه، في حراسه المرمى الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ياسر ابراهيم وايمن اشرف، احمد فتحي ومحمد هاني ومحمد شكري، اليو ديانج، حمدي فتحي والسليه، محمد فخري، افشه، حسين الشحات، كهربا، وليد سليمان، بادجي، مروان محسن، جيلاردو، عربي بدر، واخيرا طبعا زي ما قلت لك وبدات بيه هو صالح جمعه. النهارده موسيماني المحاضره ساعه بيتكلم فيها عن كل كبيره وصغيره، عن فريق مولين العرب، التمرين النهارده تقسيمه، جرب التشكيل هيلعب بيه بكره باذن الله، وقف التقسيمه كتيره جدا، صلح كل الاخطاء اول باول، بالسايب حاجه للظروف اول باول، بيصلح الاخطاء. يا رب باذن الله يكون توفيق بكره مع النادي الاهلي ويفوز في اول مباراه تحت قطعه على فريق مولين العرب المحترم جدا طبعا بقياده فنيه هو الاهلاوي الكابتن عماد النحاس. عوده ليك من جديد زميلي احمد، اتفضل. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا شريف شعبان. دي قائمه النادي الاهلي.